لك سؤال، انت شلون بدي عصام يتجوز ثالث مرة؟ اخ يا ابن عمي، ليش عصام بيرد على حدا تعرفه انت؟ على فكرة من كم يوم طلب حصته من ورثته من هذا البيت. حصته؟ شلون حصته من ورثته؟ ليش ناقصه مصاري يعني؟ قال بده يشتري بيت اكبر لانه ما عاد وسعه هذا البيت هو ونسوانه ثلاثة. ايه معلوم صغير. ثلاث نسوان هدول اصبحوا ثلاث نسوان. هي عن ثلاث نسوان. يعني شو بده يلحق لهم ليلحق لهم؟ بسفوهم على البلاد بكره يا حبيبي. لا الله يسامحه على العملي الله يسامحه والله حاله. ابن عمي شو؟ بس انا عندي مشكلة ما حدا بيحلها غيرك. اوف خير ان شاء الله. أنا نادرة إذا رجعت لي بالسلامة أوهب كل مالكاناتي لوقف جامع الأموي. شو الحكي؟ لك جوات الورثة تبعك أنت بيت عصام؟ إي بعرف ابن عمي، وحصتي من الحمام والبايكة. شو يعني يلا شو بدك تعملي؟ شو ناوي تعملي؟ ما في غير الشيخ عبد العليم بيحلها، خلص بكره بنشوفه. ابن عمي رايح بكره على عزيمة أبو ظافر؟ ايه رايح، حتى ما روح مش في شيء؟ لا ما في شيء، يعني مرته هيك شوي صعب. شغل النسوان خليه للنسوان، الله يرضى عليك يا امرك ابن عمي امرك. ابن عمي ايه بدي اسالك. اسالي. في وحده مره اسمها ناديه كانت تشتغل بالمستشفى، قال كانت تهتم فيك اجت لعندي لهون. ايه ايه ولا شيء، بس هيك عم بسألك يعني. ايه ايه بعرفها 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 بالمستشفى. بس هيك يعني؟ ايه بس شو بدك تكون يعني؟ بعرفها بالمستشفى. انت عم تسألي وانا عم جاوبك سؤال. خلصنا، سألت ولا ما سألت، اجت ولا ما اجت، انضربت ولا ما انضربت، خلصنا مرة. شو دخلني بقى؟ شو ايه بس هي قالت لي انه حاكي له عني، حاكي له عن البيت والولاد. مزبوط سؤال، مزبوط مزبوط. اذا هي حاكي هذا حكي مزبوط، انا كنت احكي بدي فيش قلبي لك سؤال بدي احكي. مو بس انا، هي من كان بالاوضه هيك جنبي كنت احكي، بس هي خص نسخ عم تسال كثير. يا رضيب شو رايك؟ نحاول في الدوله.